إذا عدنا حديث القاهرة، كان في فيلم في السبعينيات أظن اسمه في الصيف لازم نحب، بطولة الأستاذ نور الشريف والأستاذ سمير صبري ومجموعة من الممثلين وإخراج أظن الأستاذ محمد عبد العزيز، ومتأكد إنه تأليف الكاتب الكبير علي سالم. المهم إنه في الصيف لازم نحب، وكأن الصيف ونحن اليوم الثاني في فصل الصيف لهذا العام، ربنا يعني عدي علينا صيفا جميلا هادئا. لكن في العموم في الصيف لازم نتفرج على سينما أيضا. الصيف هو موسم سينمائي بامتياز في مصر منذ قرابة من لحظة، اسمحوا لي إن أنا أعتمد على ذاكرتي هنا ومعايشتي للحياة الفنية في مصر، يمكن من أول أفلام الصيف كان كابوريا. يعني فيلم كابوريا هو اللي جعل من الصيف موسما، بعد ما كانت المواسم منحصرة طول الوقت في العيدين وشم النسيم ورأس السنة وأجازة نص السنة، الصيف أصبح له هذا يعني المكانة في الإيرادات مع فيلم كابوريا، طبعا للعظيم العبقري خير بشارة مخرجا، وللفنان الاستثنائي الأسطوري أحمد زكي، وطبعا الأستاذ عصام الشماع مؤلفا. لكن الجديد بقى هنا أن الصيف والعيد الأضحى بيلتحمان معا، يعني احنا قصاد موسم في الصيف في العيد الأضحى والصيف، وعشان كده يبقى مهم ان احنا نعمل حاجتين، نناقش الموسم العيد الفطر اللي امتد من يوم العيد وحتى المفروض النهاردة بدأت أفلام عيد الأضحى، وبعدين نناقش ما هو قادم من أفلام العيد الأضحى والصيف. وبقول ده ليه؟ بقول ده علشان نحن في مصر لابد أن ندافع عن قوتنا الناعمة وعن السينما المصرية، ولابد أن نهتم بها وندعمها ونزكيها، ولابد أن احنا ننتصر إليها، ولابد أن احنا نحتفي بها علشان خاطر دي الحيلة اللي عندنا. السينما المصرية حيلة، الحيلة اللي عندنا ما نملكه من القوى الناعمة التي نكاد نخسرها تباعا وبانتظام. ومن هنا خليني أحيي ناقدنا الفني المتميز الأستاذ أمجد جمال معانا على الزوم. أهلا بك يا أستاذ أمجد، منورنا وسعداء بك دائما. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، أنا أسعد بجد وشكرا على التقديم. خليني أسأل يا أستاذ أمجد بقى فيما يخص حصيلة الثمان أسابيع الماضية اللي هي أو أكثر أو حوالي 10 أسابيع اللي ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، نوعية الأفلام اللي نزلت وعددها ومدى تلقي الجمهور لها، هل نقدر نقول إن إحنا قصاد موسم ناجح عبر ننتظر موسما أكثر نجاحا، ولا الموسم ده في إعادة نظر في أرقامه وإحصائياته؟ الموسم عيد الفطر ميزة اللي هو دلوقتي بدأ مع بداية الصيف، ودي خلاص كده الثلاث مواسم بتوعنا الرئيسيين لحقوا في بعض، عيد صغير عيد كبير والصيف كلهم مع بعض، فدي حاجة المفروض إنها كانت تكون عامل مساعد لزيادة الإيرادات زيادة عدد الأفلام، بس هي عدد الأفلام بس اللي زادت للأسف، يعني الإيرادات في إخفاق واضح في الإيرادات، يعني إخفاق واضح في الإيرادات لما هو منتظر، يعني ما هو متوقع توصل. لو ممكن نقارن بين العيد الفطر سنة 2022 وعيد الفطر 2023 هنلاقي ان الاستوديو يا جماعه اوكي اتفضل. لو هنقارن موسم عيد الفطر او الاسبوعين الاولين في عيد الفطر 2022 وعيد الفطر 2023 اول اسبوعين تقريبا، هنلاقي الحصيله هي نفس الرقم للافلام المصريه، وده طبعا مش حاجه جيده، لان العمله في 2022 2022 غير العمله في صيف 23، فبالتالي انك تحقق نفس الرقم اللي هو كان في حوالي 60 مليون في حوالي 10 ايام سواء 2022 او 2023، فده معنى كده ان رغم ان التذاكر اسعارها زادت، ده معناه ان الموضوع طبعا مش يعني في تراجع، رغم ان الرقم هو يعني هو يعني تراجع، لان القيمه نفسها الرقم هو بس ده معناه ان عدد التذاكر قلت والاقبال قل، لان التذكره زاد سعرها، فمن باب اولى لو كنا محافظين على نفس الزخم كان يبقى الستين دولار بقوا 100 او 120، ده ما حصلش بالظبط. غير ان كمان الافلام عددها زاد، احنا بنتكلم في 7 افلام
نزلوا في العيد الصغير كانوا 3 افلام بس في عيد 22، عيد فطر 22 كان واحد تاني والعنكبوت وزومبي، هما 3 افلام بس. احنا في عيد الفطر 2023 عندنا 7 افلام، ونزل بعدهم حوالي 4 افلام تانيين، رهبه و19 به وشوجر دادي، ونزل افلام برضو يعني في حوالي 11 فيلم او 12 فيلم عربي في الفتره اللي فاتت دي نزلوا، ده غير الافلام الاجنبيه. نقول مثلا حصيله اقل من 40 فيلم بشويه، بنتكلم هو هي نفس المعدلات بتاعت السنه اللي فاتت، وده يعتبر تراجع. اسعار السينمات بقت غاليه، اعتقد ده ممكن هو اللي يكون سبب من الاسباب، مش هقول ان هو السبب الوحيد اللي خلى الناس تحجم عن الاقبال على السينمات، لكنه سبب يعني من ضمن الاسباب. وان كان السبب الابرز هو ان مفيش جاذبيه للافلام النازله، افلام بلا نجوم، افلام العيد نفسها افلام بلا نجوم، يعني الاستثناء الوحيد هو فيلم هاردي محقق اكبر رقم، هو ما بمناسبة فيلم هارفي برضو أحب أسأل حضرتك أستاذ أمجد التوقعات الكبيرة لمحمد رمضان، خصوصا أنه كان طالع من نجاح ساحق ماحق في شهر رمضان دراميا بمسلسله الخاص بالعمدة أو جعفر العمدة، لكن كمان بنلاقي نفسنا قصاد أرقام تبدو أرقام كبيرة في أول يومين، ثم من الأسبوع الثاني تحديدا فيلم 13 يوم يتجاوز إيرادات محمد رمضان. ده يعني ده معناه انه الاقبال على فيلم محمد رمضان ولا موقع محمد رمضان السينمائي مختلف عن موقعه الدرامي التلفزيوني، ولا احنا قصاد خريطه بتتغير؟ طبعا هي لو لاحظنا في نمو الايرادات دي اهم حاجه في رصد الايرادات هو نموها، بشكل نموها السلوك بتاع المنحنى اللي بيطلع بيه وبينزل بيه، هنلاقي ان فيلم محمد رمضان او هارلي حقق اكتر من 2/3 ايراداته الكليه في اول 10 ايام من عرضه، اللي هي اسبوع العيد وكام يوم بعدها، يعني 27 مليون جنيه بس في الفتره دي، والايرادات الكليه اللي في 3 شهور 35 مليون جنيه، يعني هو معدل تحصيله الايرادات قل بشكل يعني يعني عمل 27 مليون في 10 ايام و8 مليون في 3 اشهر بالظبط. فده معناه ان اللي حصل في اول كام يوم في العيد هو كان المومنتوم او اللي هو بيسموها الدفعه بتاعت جعفر العمده لفصل رمضان، هي دي اللي خلت الناس تقبل بشكل كبير على فيلم هارلي. انا شايفه فيلم يعني هو دون المستوى في رايي الشخصي كفيلم يعني اكشن او فيلم، لا مش احنا ما بنتكلمش عن رايك يعني. الشخصي انت ناقد سينمائي فقول رايي مش غير الشخصي على راي الناس، بس هم الناس لاحظوا ده، يعني حتى الناس احجموا عن الذهاب للفيلم بين الدعايه الشفهيه، يعني ما كانش لصالحه، صحيح التوقعات كانت اكبر من يعني على مستوى طيب الفيلم. يعني اذا هو في حصيله 35 مليون و800 الف يليه فيلم يوم 13، وده اول فيلم تقريبا مصري 3 دي رعب عامل 30 مليون و600 الف، وده رقم كبير. هل ده راجع لان ده النوعية دي جديدة في السينما المصرية، ولا النوعية دي قدمت بإتقان في السينما المصرية من خلال هذا الفيلم صناعته قوية، يعني خصوصا انه نجومه يعني احمد داوود او يعني مش نجوم الفنانين ممتازين طبعا، بس مش هما النجوم الصف الاول يعني، وكمان سر ان هارلي عمل ارقام ضعيفة في السعودية، وانه يوم 13 ايضا لم ينجح النجاح الكبير في السوق السعودي رغم ان الافلام الاخرى الكوميديه تجاوزتهم. هل برضو في طبيعه خاصه فارقه بين السوق المصري والسوق السعودي فيما يخص هذه النوعيه من الافلام؟ طبعا في البدايه خلينا نقول ان فيلم يوم 13 هو حقق نجاح، هو نجاح نسبي في السينمات المصريه، السوق المصري، ان 30 مليون جنيه برضو هو رقم مش عايزينه يخدعنا، هو رقم يعني هو في المركز الثاني ويعتبر من اعلى الافلام الحقيقة ايرادات في الموسم، لكنه مش رقم كبير بالمعايير بتاعت افلام يعني، بس هو رقم مرضي 2022 يعني فيلم واحد تاني لاحمد حلمي السنه اللي فاتت اللي هو كان اعلى فيلم في عيد فطر 2022 كان محقق حوالي 65 مليون جنيه بسعر تذكره اقل ومن غير قبل التعويض، فده معناه ان الفيلم يجيب 30 مليون، ده مش معناه ان هو فيلم صارخ النجاح، ولكنه فيلم يبدو ان الناس اقبلت عليه اكتر من باقي الافلام، وده في رايي يعني راجع لانه يبدو كده من التريلر بتاعه من البوستر بتاعه، حتى بغض النظر عن فكره النجوم مفيش نجوم صف اول، لكن يبدو ان هو فيلم يعني يحترم الصناعه يعني بالقدر اللي هو الحد الادنى من احترام الصناعه، يبدو ان في ناس اشتغلوا على فكره تقنيا على فكره ال 3 دي كانت جاذبه للناس برضه، حب استطلاع ايه نشوف الفيلم ال 3 دي ده هيطلع ايه،
كل دي عوامل ساعدت ان الفيلم ده الناس ممكن تكون تحترمه اكتر فتروح تشوف الفيلم ده من باب صحيح الفضول حتى. صحيح هو ده التفسير. لكن السوق السعودي دايما بيميل للكوميديا، اه ومش اي كوميديا كمان، هي رايي هي الكوميديا المتواضعه في القيمه. يعني حتى افلام زي افلام النجوم الكوميديه زي احمد حلمي مثلا، واحد تاني، او الانس والنمس محمد هنيدي، افلام اخفقت في السوق السعودي، بينما افلام بيومي فؤاد او محمد ثروت او افلام نجوم الكوميديا الصف الثاني هي اللي بتحقق الارقام العاليه قوي في السعوديه. ودي ظاهره في رايي غريبه، انا شخصيا انا بحاول افهمها زي بس الناس. يعني ده برضو راجع يا أمجد لمستوى أفلام أحمد حلمي الأخيرة والفيلم الأخير تحديدا، مش ده الفيلم اللي تراهن على إيراداته الكبيرة، ومش معنى إن الفيلم الخفيف اللي يبقى يوم فؤاد أو إنه يعني مش مبذول جهد كبير في صناعته السينمائية إنه فيلم لا يترك مرحا لدى الجمهور. يعني طبعا هو مش مقياس خالص، بس هو الفكره ان احمد حلمي مبدئيا نجم كبير في السعوديه، محمد هنيدي نجم كبير في السعوديه، يعني الاثنين اسماء جاذبه. ففكره ان افلامهم ما تنجحش، لكن افلام علي ربيع مثلا تحقق ايرادات اكبر في السعوديه، افلام بيومي فؤاد، افلام طبعا مع كل الاحترام ليهم، بس انا بتكلم عن ميزان الثقل بين مصر والسعوديه، اللي هو يعني بالتاكيد ليه الجمهور المصري اقبل اكتر على افلام زي الانس والنمس وفيلم زي واحد تاني، رغم بغض النظر عن مستوى عن المستويات او عن ارائنا او اذواقنا اللي ممكن تختلف، بس لا واضح ان هو في تفاوت بين ذوق لا المتفرج فيلم السعودي والمتفرج فيلم المصري. هنيدي بتاع النمس غير فيلم هنيدي بتاع يعني الفيلم الأخير بتاعه جراح تجميل، هو ده اللي ما لقاش النجاح الكبير، انما اللي قبله لا والانس والنمس كمان، وما الانس لقاش والنمس ايراداته ما حققتش يعني بالشكل الكافي في السعوديه، على غرار افلام زي وقفه رجاله، زي فيلم شوجر دادي ده عامل ارقام انا بتفاجئ وانا بقراها، فيلم بعد الشر، فيلم مغامرات كوكو، افلام طيب افلام وماله ولما خلاص اذا احنا نستطيع ان نقول مولد نجم مصري جماهيري كبير في السعوديه اسمه بيومي فؤاد، مش بنقول بقى انا اصل مين احسن ومين اوحش، لانه في الاخر واضح ان بيومي فؤاد مهم في السوق السعودي، لكن لو راح برضو مغامرات كوكو السعوديه ما بيعملش ايرادات، يعني برضو لازم يكون عامل فيلم جميل جيد في شيء مختلف متميز، لانه راح بكوكو ورجع كوكو عادي زي ما راح. يعني انا شخصيا لا اعتقد ان يعني نجوميه بيومي فؤاد بهذا القدر، يعني الايرادات الارقام بتقول كده، يعني بيومي فؤاد هو نجوميته عاليه جدا في السعوديه لدرجه ان اي فيلم هو على البوستر بتاعه ده كفايه ان الفيلم ينجح نجاح ساحق. يعني انا في رايي الموضوع ليه علاقه اكتر بشركات التوزيع، يعني ليه علاقه ان الافلام اللي والله يا بتتعمل امجد معاها انا يعني اعضاء انتاج سعودي اصلا. والله يا امجد لو عايز تعتمد على ذاكرتي يعني كصحفي قديم، كان مثلا محمد سعد نجم في الكويت مختلف عن كل نجوميته في البلاد العربية الأخرى. الأستاذ محمد نجم كمسرحي كان نجم الشعب اليمني، الشعب اليمني تقريبا كان نجمه الكوميدي الأول هو الأستاذ محمد نجم، وكان الإقبال على مسرحه في مصر يكاد يكون العمود الفقري من أشقائنا اليمنيين لما بيجوا سياحة لمصر. فممكن جدا يكون في طبيعة خاصة، مزاج مختلف موجود عند يعني مجتمع يفضل نجما، وربما يكون المجتمع الآخر مش بنفس درجة التفضيل ولا المحبة له. فجايز أن بيومي فؤاد يكون أصاب هذا الجانب من اهتمام المجتمع السعودي. وعموما فنان مصري جميل، نتمنى له التوفيق ومزيد من النجاح، ولو بس انتبه أكتر لاختيار أدواره أعتقد أنه هيضيف لي اسمه وتاريخه أكتر. لكن خليني أرجع إلى ظاهرة أخرى أيضا في الإيرادات، وهي تفوق إيرادات الأفلام الأجنبية. يعني لو رجعنا لهارلي وبعدين يوم 13 بلاقي فاست إكس 24 مليون و900 ألف، ولاقي جون ووك 16 و9، وإن كان ده من أقل طبعا أرقام جون ووك في مصر، لكن في المحصلة أنت قصاد أفلام متجاوزة أفلام مصرية، ورغم انها ايضا ذات نسخ محدوده جدا مش بنفس درجه وجودها وانتشارها في الجغرافيا المصريه في كل السينمات المحافظات، ده اذا كان في يعني سينمات في المحافظات كتير. ده حقيقي وملحوظ جدا فكره صعود ايرادات الفيلم الاجنبي في مصر بقاله حوالي 5 6 سنين او حاجه، لان عدد النسخ مبدئيا بدا يزيد. كان في قانون الاول بيمنع من سنه التسعينات مثلا، انا فاكر كان بيقول هما 5 نسخ بس للفيلم الاجنبي اقصى حاجه في المواسم العاديه، ده كان قانون معروف. ابتدت عدد النسخ شويه يحصل شويه تساهل من غرفه صناعه السينما في الموضوع ده،
عدد النسخ بدأ يوصل ل 11 12. دلوقتي في افلام بتنزل ب 35 نسخه، افلام اجنبيه خاصه في ال3 سنين الاخيره بعد كورونا، في بتنزل قانون تاني 35 اتكسر. او نسخة؟ في افلام بتنزل ب 35 نسخه دلوقتي يعني يا اجنبيه، وده راجع لطبيعه تغير طبيعه شكل السينمات في مصر. السينمات في مصر دلوقتي بقت فكره المالتيبلكسز او المجمعات الكبيره اللي فيها بال 12 شاشه و 15 شاشه، سينما واحده هيعرضوا افلام وافلام منين، فاكيد لازم يحصل يعني زياده في عدد نسخ الافلام الاجنبي عشان تسد الفجوه دي. لكن كمان في قاعده ثانيه اتضربت مؤخرا في اخر ثلاثة سيزون او 3 سنين، وهي ان الفيلم الاجنبي ما كانش بينزل في موسم العيد، كان محظور انه ينزل في موسم صحيح العيد، قانون لان قانون وقانون وزاري وبقى له سنين طويله يعني يعني والموضوع ده اتكسر يعني تقريبا باتفاق او بتراضي ما من بين هو غريب القانون ده يا استاذ امجد حصل عشان سينما مترو. سينما مترو كانت السينما الامريكيه الاشهر طبعا، كانت تبع مترو جولد ماير مباشره في مصر، وكان عندنا عدد الدور العرض قليل وافلامنا كتيره اياميها بقى، ايام العز ايام ما كنا بننتج كتير يعني. فاصبح لازما انه مترو تعرض في العيد فيلم مصري، ما ينفعش. وطلع القانون ده، وطبعا سينما مترو كان من الذكاء بمكان يعني، انها كانت بتختار اردأ افلام العيد، اردأ افلام العيد واسوأها عشان تعرضه، فما يعملش الحد الاقصى للايرادات فتشيله بعد اسبوع، لغايه ما ربنا وقعها فيلم صعيدي في الجيش باين ولا عليش في الجيش، فقعد لها شهرين يعني. بالظبط. وفيما بعد القانون ده بتقول لي انه خلاص باعت لسعاد يونس وقلبتها مالتي بلكس، بقت 5 قاعات في قاعه واحده 1000 كرسي. اتغيرت بقى سينما مترو كما تغيرت اشياء كثيره في مصر، لكن انت بتقول لي ان القانون ده الفيلم الاجنبي بقى يتوسع بشكل واسع في مصر، والاقبال عليه زايد كمان. بالظبط، الاقبال عليه زياده جدا، لان الطبقات اللي بيخشوا السينما في مصر دلوقتي او الاماكن اماكن السينمات في مصر اصلا اتغيرت. يعني هنتكلم في ان المجتمعات الجديده بقى، المولات، التجمع الزايد، الاماكن اللي فيها دخل طبقه وسطى اكتر الجديده اللي هي الطبقه الوسطى العليا الجديده اللي تشكلت على اطراف القاهره. هي دي الاماكن تركز السينمات الكبيره، مول العرب بقى، كايرو فيستيفال. انا لو دي مصدر الدخل الاكبر يعني. في سينمتين، في سينما معروفه في منطقه مصر الجديده وسينما معروفه في منطقه التجمع، دول يعني يقال ان هم بالتقارير بتقول ان هم اكبر مجمعين بيدخلوا فلوس في الايرادات، بيعتمد عليهم بشكل كبير يعني. فدلوقتي اصلا حتى التركيبه اللي بيدخلوا الافلام دلوقتي هي ما بقاش فيه السينمات الشعبيه بشكل كبير، السينمات الشعبيه يعني عماله بتقل، عماله بتقل يعني. السينمات وسط البلد، سينمات شبرا، سينمات اللي كان في الحاجات المناطق طبعا الشعبيه، الحاجات ويعني حتى السينمات الشعبيه حتى تذاكرها بدات تقل، ما بقى منها يعني التذاكر بدات تزيد يعني. في اوروبا في اوروبا والدول المتقدمه السينمات التقليديه دي اللي هي مش جوه مولات بتعامل باعتبارها سينمات تاريخيه، يعني بيتم الحفاظ عليها باعتبارها تراث معماري وتاريخي، وبيبقى الاهتمام بيها، وبتعرض افلام اللي هي الافلام الاولى يعني، وبيبقى الحفاوه بيها والتواجد فيها شيء مهم للغايه. عايز ارجع للايرادات برضو، والاقي زي ما قال الاستاذ امجد كده عن بيومي فؤاد في السعوديه، فيلم شوجر مامي اللي هو لو بصينا لايراده هنا في مصر مش عارف 4 مليون ولا كام، نرجع اللوحه يا جماعه الخاصه بالايرادات، 6 مليون ايراده في السعوديه ما يساوي 160 مليون جنيه مصري. اليس في ذلك دلاله على انه ما ينجح في مصر ليس بالضروره ينجح في السعوديه، خصوصا وانا ناقشتك قبل كده في الموضوع ده، لكن انت ليك نظر راي يعني فيما يخص افلام الاكشن المصري، انه الاكشن المصري لم يعد يعني مستساغا وليس هو الفيلم المطلوب رقم واحد يعني، لانه في جمهور بيتفرج على الاكشن الامريكي الاكثر احترافا. في جمهور بيشوف وكل. جون ويك، فهو هيشوف جون ويك اللي يخليه يشوف كيرة والجن مثلا، هو عنده جون ويك اكيد المنافسه صالح جون ويك. لكن يعني الحاجه اللي انا بستغرب لها ان حتى الافلام الكوميديه لو اعتبرنا خلاص اقرنا بمبدا ان الكوميديا هي ما يطلبه الجمهور السعودي، وانا عايز احط الجمهور السعودي بين قوسين، لان انا مش ضامن اصلا يكون اللي بيشوف الافلام دي في السعوديه هو الجمهور السعودي فعلا، ولا الجاليه المصريه هناك اللي هي يزيد قدرها عن 3 مليون مواطن مصري، فمش عايزين برضو ان احنا نخلي النقطه دي يعني عشان التنصيص يبقى مهم.
بنقول الجمهور السعودي هو الجمهور اللي موجود في السعوديه بكل جمهور جنسياته، السوق السعودي، جنسياته كلها، لانه يعني الافلام الامريكاني ممكن يبقى فيها هنود بيتفرجوا عليها، والجاليه الهنديه موجوده بقوه وباهميه في السعوديه، فمن كل الجاليات، وفي يعني مصريين زي ما في سوريين زي ما في عراقيين زي ما في كل الجنسيات يعني موجوده في السعوديه، لكن الغلبه بين السوق السعودي. انا بس نقطتي في حته الاكشن المصري ان هو لا يقارن باكشن هوليوود، وبالتالي فالمنافسه اكيد خسرانه. انا بس تعليقي بس ان هو فكره ان حتى الكوميديا المصريه اللي فيها نجوم كبار زي هنيدي او حلمي زي ما قلنا، هي برده مش بتحقق الايرادات الكافيه زي الكوميديا اللي هي نجوم الصف الثاني. عشان كده انا كنت بطرح التساؤل ده، اللي هو انا مش قادر افهم اللغز ده ليه الافلام المصريه حتى الكوميديا اللي نجوم كبار مش بتنجح قوي في السعوديه زي الكوميديا اللي يقودها نجوم صف ثاني في مصر. يعني هم نجوم صف ثاني في مصر، ما في السعوديه بالتاكيد دلوقتي احنا اصبحوا نجوم صف اول. صح، يعني احنا نقدر نحلها بانه في عمليه تغيير في الصفوف دلوقتي، ما في كل جيل يعني زي جيل هنيدي جه يعني تاخر اجيال اخرى، جيل اللي بعد كده جه تاخر اجيال اخرى، فانت قصاد يعني تغيير اجيال، فطبيعي جدا انه يبقى في جيل كوميدي جديد بيظهر، يعني بيضع نفسه في صداره، خصوصا يكون مسنود لسوق خارجي مهم، والسوق الخارجي طول عمره عندنا في مصر مهم جدا، يعني السوق الخارجي هو الممول تقريبا الرئيسي لمعظم افلامنا على مدى سينماتنا السابقه كلها. خلينا نروح بقى الى افلام عيد الاضحى، وما هي الاسماء المطروحه او العناوين الافلام القادمه، وهل احنا عندنا قدر عدد من الافلام، هل عندنا نجومنا نجوم الصف الاول بالتعبير المصري او بالمفهوم المصري موجودين معانا في العيد ده، وتوقعات حضرتك لما يخص الاقبال على الافلام ونسب الايرادات، هل يمكن ان تشكل مفاجاه لينا ولا استمرار لما هو لاحق بعيد الفطر؟ انا متفائل اكتر بافلام عيد الاضحى، اللي انا متشائم جدا باللي فات، لكن افلام عيد الاضحى اظن ان الوضع ممكن يتصلح شويه. نزل فيلم منهم بالفعل امبارح، هو فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. انا شفته بالمناسبه، هو فيلم يعني انا انبسطت، فيلم هو فيلم كوميدي دراما بيطرح قضيه مهمه في رايي جدا، هي قضيه السوشيال ميديا وادمان السوشيال ميديا واللايكات وازاي الحاجات دي ممكن تاثر على البني ادمين بقى والانفلونسرز وكده. اظن انها قضيه العصر، وانا بحييهم ان هم يعني بيروحوا للناس بقضايا فعلا تهم الناس، ومش هقول بقى مش برضه مش عايز ابلوس كلمه القضيه دي واغفل ان الفيلم فعلا بيقدم كمان متعه سينمائيه، هو فيلم فيه مرح فيه كوميديا. كريم عبد العزيز ممكن نقول له الحمد لله على السلامه، لان هو كان بقاله فيلمين كده في الكوميديا شويه مع المؤلف ايمن وطار ما كانوش موفقين قوي، نادي الرجال السري او بعض لا يذهب المعزوم مرتين. يعني جمهور كريم ما كانش يعني مبسوط قوي بالفيلمين دول، يعني مش على مستوى باقي افلامه، لكن بالفيلم ده نقدر نقول الحمد لله على السلامه لكريم عبد العزيز ان هو قدم الفيلم اللي فيه كوميديا وفيه فكره ذكيه جدا، كتابه طبعا السيناريست الشاب محمد الدباح وريم القناش، تعاون بينهم واخراج بيتر ميمي. انا الفيلم ده يعني لو انصح الناس يروحوا يشوفوه هيتبسطوا، زائد ان في منتظر عرض 3 افلام كمان، هما فيلم انتاج للفنان تامر حسني، هو بيعمل فيلم سوبر هيرو وكوميدي، والتجربه دي عامله جدل من دلوقتي، لان فكره بقى اول فيلم سوبر هيرو، لا ده مش اول فيلم، ده في فيلم كان سنه كذا، لا في مسلسل كان سوبر هيرو، فالجدل ده من البدايه عمله دعايه. زائد ان هينزل فيلم برضه بعبع البعبع لامير كراره، وهناك برضه فيلم مستر اكس لاحمد فهمي، يعني يعتبروا نجوم صف اول العيد الموسم من عيد الاضحى، كان دايما هو يعني هم يعني 4 افلام، الـ4 افلام المعتاده، يعني هم 4 افلام المره دي مش 7، وده ان 7 ده كان رقم انا كنت شايفه مبالغ فيه في عيد الفطر بصراحه. 7 افلام ده يعني مين اللي هيروح 7 افلام؟ يعني في السوق، وضع السوق دلوقتي بارتفاع سعر التذكره كل الظروف دي، ليه 7 افلام؟ فـ4 افلام انا شايف انها رقم مميز كويس، يعني هيعمل ايرادات كويسه، الافلام هتاخد حقها تتوزع صح. ولكن في ممكن يحصل تهديد يوم 21 يوليو القادم، يعني هيقعدوا شهر مثلا شغالين كويس، لكن يوم 21 يوليو هينزل فيلمين اجنبيين مهمين جدا، اعتقد ان هم هيكونوا هينافسوا الافلام المصريه، وهو فيلم اوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان وباربي
المفروض بعده ينجح، هينزل ميشن امبوسيبل، هينزل بعده، عايز هينزل 24. اوبن اوبنهايمر وباربي، راين جوزلينج وماركو روبي برضو اخراج جريتا جيرويك. الفيلمين دول يعني في عليهم جدل كبير من قبل ما ينزلوا. الفيلم الاجنبي اوبنهايمر لكريستوفر نولان اللي هو عن قصه حياه صانع القنبله الذريه، فده هيكون منافس قوي. يعني الافلام المصريه بتاعتنا الاربعه عندهم شهر كامل ان هم يحققوا بس ايرادات الافلام الاربعه معقوله. يعني في منطق الكوميدي كلهم والافلام الخفيفه، لا ما عندناش يعني هم فيلم كلهم فيه، فيهم لمسه كوميديه، ما عندناش فيلم هو فيهم اللمسه الكوميديه بس البعبع فيه اكشن وتاج برضه، ما اكشن بيسموه في اكشن التصنيف كوميدي يعني، اكشن كوميدي، ما برضه بيسموه في التصنيف كده يعني اكشن كوميدي يعني. اكشن كوميدي. هو مفيش حاجه جاده قوي، وما ولكن فيش، على فكره وما فيش فيلم اكيد عن بالمناسبه مخترع قنبله ذريه اكيد. لكن بيت الروبي بالمناسبه الفيلم تلته الاول كوميدي، لكن التلتين الاخرانيين هم تلتين فيهم دراما وتقول قضية اجتماعية تراجيدي. مهمة خاصة بالسوشيال بيناقش ميديا قضيه والتأثير. والموضوع بيقلب غم في الاخر قوي. يعني هو انا مش عايز اعتبره حتى فيلم كوميدي، انا شايفه ان هو دراما، دي يعني اللي هي دراما كوميديا اجتماعية. دراما. بالظبط. مع انك انت قلت لكريم عبد العزيز حمد لله على السلامة للكوميديا، فيعني معناه بالظبط، ان انه هو واخد ضحكك شويه من يعني. جينات التجارب، الجينات الكوميديا اللي فاتت، لكن المره دي الموضوع معمول صح اكتر، مكتوب حلو. اهم حاجه الكتابه، السيناريو مكتوب بصراحه بذكاء، بيعلق على كل الحاجات اللي في حياتنا بذكاء شديد. يعني بصراحه انا احيي الكتاب. وانت تحمسنا لهذا الفيلم، لانه لما امجد جمال يسعد بفيلم دي مساله مش سهله في الواقع الصعب اللي احنا فيه. اشكرك جدا اتمنى ناقدنا الناس يبقوا في الفني افلامي. استاذ امجد جمال، اشكرك للغايه على هذه القراءه الاقتصاديه والقرايه الفنيه لموسم العيدين وموسم الصيف. وبمناسبه الاقتصاد، قررت لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18% 25 و19% 25 و18% 75 على الترتيب. وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75. إذن هي قرارات للتثبيت وللاستمرار، ترى ما سر هذا التثبيت وما الذي كان متوقعا؟ هل كان المتوقع في الاجتماع للجنة السياسات النقدية ما خرجت منه فعلا من قرارات، ولا الأمر كان خارج التوقعات؟ خليني أروح إلى خبيرنا المصرفي الأستاذ محمد عبد العال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ إبراهيم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا فندم، أشكرك جدا. اهلا بيك يا فندم. تعليق طبعا حضرتك بقى، هل كنا متوقعين التثبيت ولا فاجأنا وثبتنا؟ لا يا فندم، اسعار الفائده الرسميه او الاسترشاديه محلك سر، جاءت في ظل توقعات كبيره. في معظم التوقعات كانت بتشير ان لجنه السياسه الماليه الموقره هتتجه الى التثبيت، وهذا التثبيت له مبرراته وتفسيراته حتى لو اختلفت المعايير. لأن معدل التضخم في شهر مايو كان ارتفع عن شهر إبريل. صحيح. يعني معدل التضخم العام ارتفع من 31.5 في إبريل إلى 33.7 في مايو. وأيضا معدل التضخم الأساس اللي بيعد من قبل البنك المركزي ارتفع من 38.6 في إبريل بعد ما كان نزولي، ارتفع وعاود الى وصولا او لامس اعلى مستوى تاريخي له وهو 40.3. اذا كان هناك اتجاه لارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل من ابريل لمايو، نظريا كان المفروض ان احنا نرفع سعر الفايدة. ده كان نظريا، وكان نظريا. الخطوات اللي كانت بتتم في فترات سابقه، كلما ارتفع سعر التضخم كلما لقينا سعر الفايدة بيزيد عشان يعود مرة أخرى للتوازن للسوق. إيه اللي جد المرة دي؟ اللي جد على مدى الفترة اللي فاتت فيما يبدو أن ظاهرة التضخم المصري ظاهرة عنيدة شوية نظرا للظروف المحلية والعالمية الإقليمية اللي احنا بنواجهها، بالإضافة إلى أن بعد دورة تشديد نقدي وتقييد نقدي مدتها 15 شهر
رفعت فيها لجنة السياسة النقدية أسعار الفايدة 1000 نقطة أساس، يعني 10% منهم، 8% السنة اللي فاتت و2% السنة دي، ثبتت في يناير ورفعت 2% في مارس وثبتت في مايو اللي فات. فمع هذا سلسلة الارتفاعات ما زال التضخم بيرتفع وما زال قابعا على مسافة كبيرة جدا من مستهدفات البنك المركزي اللي هي 7% زائد أو ناقص 2%. فإلى متى نظل نرفع الفايدة ويرتفع التضخم؟ هذا أمر صحيح، بس هل تثبيت الفايدة هيعود بنا إلى تضخم أقل ولا أسباب التضخم ملهاش علاقة خالص بالموضوع المصرفي ولا البنوك؟ سؤال مهم جدا وخطير جدا. فإذا دعنا نبحث عن سر لإجابتك لإجابة هذا السؤال المهم. إذا دعنا نتشكك في أن رفع سعر الفايدة أو آلية سعر الفايدة كآلية لاحتواء التضخم في ظروفنا الحالية ليست هي الآلية المناسبة. ليس معنى هذا، وبحط خط تحت الكلام ده، ليس معنى هذا أن إدارة السياسة النقدية في شق إدارة سعر الفايدة في الحقبة اللي فاتت كانت لم يصبها النجاح، بالعكس. لك أن تتصور أن لولا سلسلة الارتفاعات دي كان التضخم يبقى شكله إيه، لأنها نجحت في السيطرة على الكتلة النقدية. لو فضل تصورنا أنه رابط ما بين سعر التضخم وسعر الفايدة، لأنه واضح ان له اسباب اخرى التضخم. انا جاي لحضرتك يا فندم، والقصه مش قصه فلوس نوديها البنك على اساس ان احنا نسحب من السوق العرض علشان صالح نقلل الاسعار، لان مفيش فلوس اساسا في السوق. بالظبط. احنا دلوقتي سحبنا في الفتره اللي فاتت كميه وسائل الدفع، قلصناها وبقى معدل نمو الكتله النقديه او السيوله النقديه اللي هي M1 M2، كميه وسائل الدفع بدات بتنزل بتنزل بتنزل، فالسياسه النقديه هنا سيطرت عليها. امال ايه بقى سبب الارتفاعات اللي حتى دي؟ السبب الرئيسي هو تغيرات سعر الصرف. تغيرات سعر الصرف. لان احنا هناك علاقه وطيده تقدر تقول عليها بطريق غير مباشر عكسيه وبطريق مباشر طرديه. احنا بنستورد 70% من احتياجاتنا. طيب الأسعار السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج والخامات بدأت تنزل عالميا الآن وتعود إلى مستواها الطبيعي السابق. صحيح. طب لماذا لا تنخفض الأسعار عندنا؟ صحيح. لا تنخفض، بنخفض سعر الصرف كل شوية. وهذا لو استمر الموضوع ده هو التضخم لا يمكن أبدا أن ينخفض. ولهذا كان قرار فخامة الرئيس يوم الأربع اللي فات اللي قبل اللي فات كان قرارا حكيما، وانا في تصوري انه يساوي قرار في الاهميه تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 بوقف سلسله التعويمات والتخفيضات للجنيه المصري، لان هذا لن يفيد من قريب او من بعيد. صحيح. المؤشرات الاقتصاديه المصرية. في الاطار ده بقى، في الاطار ده يا فندم، ايه البدائل المطروحه؟ هناك بدائل كثيره جدا. اولا حينما يستقر سعر الصرف يبقى انت بتثبت اسعارك عند سعر معين، لما هتجيب سلعه معينه هتضربها في بس مثلا محمد بيه اسمح لي، هل تثبيت سعر الصرف ده يعني ان مفيش سوق موازيه؟ ده موضوع اخر. لا، في سوق موازيه، وليكن هناك سوق موازيه، وليذهب اليه من يريد ان يتعامل معه على مسؤوليتي. بقول هذا الكلام، اللي عايز يستورد بسلع ويدفع ثمنها ويجد من يشتريها بهذا السعر فيروح، ما يجيبوا اللي هم عايزينه كافيار ولا كاريرات ولا احنا بندور على سعر ارتقاء منحنى العرض والطلب الرسمي على السلع اللي بتهم قوت الناس، السلع الاستراتيجيه والخامات. طب السلع والخامات، السلع دي يا فندم اللي بيستوردها القطاع الخاص مش القطاع العام. بيستورد القطاع الخاص، السلع الاستراتيجيه بيدبرها البنك المركزي سونر أو ليتر بيدبرها. أما السلع التي لا تهم التصنيع ولا الزراعة ولا الأدوية، أنا مش تحل منها دلوقتي، شوية بشوية. والسياسة اللي حضرتك بتسألني على البدائل، البدائل يعني هنسمع بدائل كثيرة، منها يعني سكويز للاستيراد بشكل أكتر، منها برنامج الخصخصة هيبدأ يتحرك. واحنا بنقلل الاستيراد يا فندم، ما واحنا بنستورد مواد خام
وبنستورد 70% ولا 80% من غذائنا، طب ما ده برضه مشكل في الاستيراد. صحيح صعوبة أستاذ تقليصه. إبراهيم، من ضمن الإجراءات اللي متجهة الدولة لا بقسوة بقسوة هي ترشيد وتوطين أي سلعة أنا ممكن أنتجها هنا. ممكن أنتج هنا سلع. إحنا نجحنا إلى حد ما في تخفيض بعض السلع، زي الآن كنا بنستورد قد إيه، دلوقتي النهاردة قرب 60% إنتاجنا المحلي. فول الصويا نقدر نزرعه ونعمل صوامع لتخزينه، ما هو دي بتاخد جزء كبير جدا من يا حبيبي كلمني على حلول المدى الطويل والقصير، انما بتقول لي انه دلوقتي تثبيت سعر الفايده قرار صائب لانه سعر الصرف لم يعد مرتبطا بفكره التضخم، وان التضخم له علاقه بتغييرات سعر الصرف، ومن ثم ايضا تثبيت سعر الصرف انت حضرتك بتقول انه قرار حكيم، وانه ده هيخلي مساحه حركه الاقتصاد المصري افضل. ايضا تثبيت سعر الفايده على الجانب الاخر هيقلل من تكاليف التمويل للشركات الكبرى اللي بتشتغل، وبالتالي تكلفه انتاج السلع للمستهلك النهائي هتقل. لو انا رفعت سعر الفايده هتزيد، لان هي مش هتقل، هي هتبقى على حالها، هتبقى على حالها نضمن انها لن تزيد. عشان انا كده هخش في ركود، هخش في ركود. كلما ارتفعت الاسعار الجنيه المصري بيفقد قوته والدخل الحقيقي للمواطن بينخفض، وبالتالي تآكل، وبالتالي هتقل قوته الشرائيه، هنخش في ركود، والركود اصعب من التضخم بكثير، صعب جدا الخروج. وانت مش شايف ان احنا في ملامح ركود يا دكتور محمد؟ نحن في في مرحله، اقدر اقول في مرحله دخول ركود، حتى الان هي ركود غير مقلق بل قد يساعد، يعني لسه في المنطقه الامنه. يعني خليني مور اجريسيف اقول لك ان هو ركود صحي، لانه بيقلل الطلب شويه على السلع والخدمات، زي في امريكا الان جو بايدن لما لقى معدلات التوظيف ومعدلات النمو زادت اتخض، قال لا انا عايز شويه ركود عشان انا مش هقدر اقعد ارفع الفايده الى على طول. صحيح. شكرك جدا خبيرنا المصرفي الاستاذ محمد عبد العال. وان كنت يا استاذ محمد لما نقارن انفسنا بامريكا او غيرنا قلبي بيحصل له سرعه دقات في القلب، يعني لانه المقارنات دي مقارنات يعني مستدعيه عوامل كثيره قوي تكون مشتركه ومتشابهه، وهي ليست لدينا على الاطلاق. فلما بنقعد نقول سعر البنزين هنا ايه وسعر بره ايه والمش عارف ايه هنا بره ايه، مقارنات اتمنى يعني لخبرائنا واساتذتنا الكبار الا يلجاوا اليها، لانه يعني ماء وزيت، يعني لا يمكن مقارنه الماء بالزيت. خليني أروح إلى فاصل وأعود مرة أخرى ونواصل معا حديث القاهرة. التالي في حديث القاهرة. لماذا تنام اعتماد تنظيمات الإرهاب على الجهاد الاقتصادي وما أبرز أنواعه؟ حوار مع محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.